هنا أونلايف موجزون إخباري جديد، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة مررت قرارا بتوافق جميع الدول الأعضاء بإدانة حادث مسجد الروضة الإرهابي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القرار يؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة السلام وأهمية وقف والتصدي للهجمات الإرهابية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع جيمس ماتس سيبدأ جولة اليوم تشمل مصر والأردن وباكستان والكويت. وذكرت الوزارة أن ماتس سيؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وجنوب آسيا. ردت السلطة الفلسطينية على التقارير الأمريكية حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة إسرائيل يوم الأربعاء المقبل. وقال نبيل أبو ردين المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن الشرعية الدولية تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، مشيرا إلى أن أي تحرك يخلف هذا التوجه يدمر عملية السلام ويؤجج العنف في المنطقة. تجددت الاشتباكات بين ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة صنعاء في جولة جديدة للاقتتال داخل كيانات الميليشيات المسلحة. وأوقعت الاشتباكات المسلحة قتلى في صفوف الجانبين، حيث قامت ميليشيا الحوثي بإطلاق ثلاث قذائف هاون على منزل العميد المنشق طارق محمد عبد الله صالح، فيما تصدى أنصار صالح لهجمات الحوثيين. نهاية الموجز، نلقى